كنستضفوا على هامش معرض ماطا الفروسية بإقليم العرائش في دورته 12، متصرف بمجموعة النفع الاقتصادي مناحل وذنون عتبة عمران اللي غادي نعرفوا بالمنتوجات المجالية اللي كيشاركوا بها في معرض المنتوجات المجالية بمعرض بمهرجان ماطا. سي حسن أوراق، تفضل. أول عرفنا بالمجموعة ديال النفع الاقتصادي والمنتوجات اللي كتقدمها والمشاركات ديالكم اللي غنتعرفوا بها، كذلك على المشاركات وأهم الجوائز اللي حصلوا عليها، وكذلك عرفنا على هذه الميزة ديال مجموعة النفع الاقتصادي والأهمية ديال المنتوجات اللي كتقدمها المنتوجات المجالية. تفضل سي حسن. بصفتي متصرف لمجموعة النفع الاقتصادي مناحل وذنون وعتبة عمران بدوار مي في الجامعة الأقصى بإقليم قلبي بجهة قلبي وذنون، تنشكرو لإعلام الصفحة ديال العرائش رفع على الاستضافة ديالو مباشرة في الإقامة اللي كاينين فيها هنا بأصيلة. المجموعة ديال النفع الاقتصادي اللي تضم واحد 30 تعاونية، الاختصاص ديالها هي تربية النحلة الصفراء الصحراوية وتتمين منتوجات العسل الطبيعي لجبال عتبة عمران والصحراء وذنون. وهذه المجموعة اللي حاصلة على السلامة الصحية سنة 2020 من مكتب الوطني للسلامة الصحية الأنصة، وحنا شاركنا في واحد المجموعة ديال المعارض المحلية والجهوية والوطنية. وهاد المجموعة ديالنا التأسيس ديالها جا في إطار تجميع ديال واحد المجموعة ديال التعاونيات اللي الاختصاص ديالهم هو النحل، تربية النحل وتتمين العسل. وهاد الوحدة اللي عندها واحد المجموعة ديال الشركاء من بينهم والداعمين ديالها من بينهم وزارة الفلاحة في إطار برنامج ديال المغرب الأخضر. نشأت هذه الوحدة بالتنسيق مع المديرية الإقليمية والجهوية للفلاحة اللي ترجع لهم الفضل في بناء وحدة مجهزة بتجهيزات عصرية وبالمعايير ديال السلامة الصحية. وكانت حتى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرائد الشباب في التنمية الحمد لله. وهذه البرامج هي اللي أعطتنا الإشعاع ديال هذه المجموعة باش نوصلوا للمبتغى ديالنا هو التعريف ديال المنتوجات المجالية اللي وخصوصيا العسل، لأن حنا عندنا واحد المجموعة ديال الأنواع ديال العسل اللي عندها واحد الفوائد الصحية اللي تمتاز بها المنطقة ديالنا، لأن تطلع في المناطق الصحراوية ومناطق ديال عتبة عمران اللي فيها واحد الغطاء نباتي اللي فيه واحد المجموعة ديال النباتات العطرية، وخصوصيا نحن تمتازو بعسل الدغموس اللي عنده واحد الفوائد طبية كبيرة. وحنا هاد المشاركة ديالنا شاركنا في المعرض مؤخرا في المعرض الدولي للكناس وحصلنا على الميدالية الذهبية والفضية بفضل هذه المنتوجات وخصوصيا عسل الدغموس، لأننا حنا فزنا بالميدالية الذهبية والفضية. وهذا شرف لنا وشرف للمتعاونين اللي معنا رؤساء ومسيري التعاونيات. وحنا الآن نتواجد بمدينة الأصيلة للمشاركة الثانية، هذه هي المشاركة ديالنا في هذا المعرض ديال ماطا الفروسية الدولي اللي حنا جينا باش نعرفوا فيه المنتوجات اللي تتمتاز بها هذه المجموعة ديالنا والمنتوجات ديال جهة قلمي موادن بصفة عامة. وحنا الهدف ديالنا من المشاركة في هذا المعرض هو تبادل الأفكار ونتعرفوا على منتوجات أخرى ديال الجهات وأقاليم أخرى، لأن الحمد لله المغرب اللي غني بواحد المجموعة ديال المنتوجات اللي تنفتخروا بها اللي ولات دروك الحمد لله تدخل حتى الأسواق الدولية الحمد لله، وهذا بفضل المجهودات ديال الدولة في إطار واحد المجموعة ديال المشاريع اللي تدار
للاستفادة منها الشباب، خصوصيا الشباب وخصوصيا المعطلين الحاصلين على الدبلومات والشواهد. ومن هذا المنبر نقول بان الشباب راه الحمد لله كاين فرص ديال الشغل الحمد لله في البلاد ديالنا في اطار المبادرات الساميه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وتنصحهم باش يدخلوا في هذا الميدان ديال التشغيل الذاتي، لان راه فيه فرص ديال العمل الحمد لله. وحنا كمثال ديالنا كان المجموعه اللي عندنا حنا في المجموعه ديالنا واحد المجموعه ديال الشباب اللي حاصلين على اجازات مهنيه ودبلومات وانخرطوا في تعاونيات اسسوا تعاونيات وخدامين دروك الحمد لله. نعم، بالنسبه للاقبال على الرواق ديالكم في معرض ديال المنتوجات المجاليه في اقليم العرايش، يمكن تقدم لنا يعني التواصل اللي تواصلتوا الاقبال اللي الحمد لله. حنا بان هذه هي المشاركه الثانيه ديالنا في هذا المعرض، وكانوا حنا اللي الفرح اللي عندنا كان علينا واحد الاقبال كبير جدا من الناس ديال الاصيله ديال العرائش ديال جهه طنجه الحسيمه، وكاينين الناس اللي وفود اللي جاوا اجانب اللي جاوا للرواق ديالنا ورحبنا بهم ودرنا واحد العمليه ديال التذوق باش يذوقوا المنتوجات ديالنا وصدق تذوقوا وشروا عندنا هاد المنتوجات اللي تتمتاز بها الجهه ديالنا، وخصوصيا عسل الدقوس وعسل الفران والاعشاب الصحراويه والسدر والليمون والشوك، لان احنا عندنا واحد المجموعه ديال العسل اللي فيه واحد الفوائد طبيه. هذا هو اللي كان عندكم عده مشاركات في عده معارض وطنيه يعني وجهويه وداك الشيء، يعني شنو يمكن تقول على مستوى العرض اللي كاين تما، يعني العرض اللي كاين هذا العام في مشاركات اللي كاين في المعارض يعني، والعرض ديال المشاركين في هذا المعرض ديال المنتوجات المجاليه. وهذا بان في القضيه ديال لان مختلف العروض الحمد لله، لان كاين واحد المجموعه ديال المنتوجات اللي كاينين من نقول من الداخله الى طنجه، من القويره الى طنجه، لان كانت واحد المشاركه ديال التعاونيات من الداخله من بوجدور من العيون من طنطان من قلميم من المناطق ديال اكادير من المناطق ديال مراكش، مجموعه ديال المناطق ديال الجهات راه حاضره في هذا المعرض. وهذه هي الميزه ديال على المستوى الجهه انفتاح على سيرتو الاهميه ديال العرض ديال المنتوجات المجاليه ديال الصحراء يعني، والمشاركات في ولات متميزه، وكاين واحد الاقبال الكبير على المنتوجات. يمكن تقول لنا هذا الاكتشاف ديال المغاربه للمنتوجات المجاليه على المستوى الوطني يعني، والمستوى ديال التطور ديال دابا نقولوا مستوى العيش والتذوق في المغرب بصفه عامه. بان تتعرف هذه المنتوجات الطبيعيه اللي تنتجوها نساء، بان الرجل لان تتعرف العنصر النسي مهم في المجال ديال التعاوني اللي الحمد لله دروك التعاونيات اللي تتشوف فيها نساء وتتشوف فيها الشباب، لان عندهم واحد المنتوجات اللي هي طبيعيه، والحمد لله حتى الزبناء ديالنا والمستهلكين ولاو تيديروا الثقه في التعاونيات، لانهم عندهم شي مسائل اللي طبيعيه. وهذا هو اللي تيميز الاقبال ديال الناس اللي تيجوا للمعارض خصيصا لشراء هذه المواد الطبيعيه، لان اصبحت هذه المواد الطبيعيه اللي عندها واحد الاهميه كبيره، لان اكتشفوا هذوك الزبناء والمستهلكين بان ما كاين فيها لا غش ما كاين فيها لا والو، والحمد لله تيمشوا عند مباشره تيمشوا عند ماشي دوك الناس الوسطاء ولا شي حاجه، الناس المنتجين، لان الحاجه اللي تنتجها المنتج راه ماشي بحال واحد تيسوق وهذا الشيء مباشره تيشدوا عند المنتجين. نعم، ولكن شي كلمه اخيره توجهها يعني بصفه عامه على مستوى التنظيم، على مستوى كيفاش يعني المستوى التنظيم للمهرجان، واش كتشوف بان هذا المهرجان يعني انتم كيتطور يعني سنه على سنه على يعني مستوى العرض سيرتو المنتوجات المجاليه والمشاركات، يعني واش كتشوف غاديين يعني في المسار مزيان ديال الصحيح ديال المهرجان؟ بالنسبه تنشكروا اللجنه المنظمه ديال هذا المهرجان، تنشكروها جزيل الشكر لان قدمت لنا جميع المسائل ديال الراحه الحمد لله، من الفندق من المكان من التنقل باش نوصلوا للمعرض، لان تتعرف المعرض خارج على اصيله ب 40 كيلومتر، تنمشوا في الصباح وتنجوا في العشيه، وحنا الفرح اللي تيفرحنا بان المعرض ولا معروف عالميا، لان شفنا الزوار
الزوار اللي جاونا حنا الرواق ديالنا من الدول الاوروبيه، وهذا راه الشرف لنا في المغرب بان المنتوجات ديالنا حنا ولات تعرف دوليا بهذا المعرض الحمد لله. ولا كاين عند واحد الاشعاع بان اللي فرسنا بان دخل اليونيسكو، وهذا راه فضل كبير للجنه المنظمه والناس اللي ساهرين على هذا المعرض بان باش يكون هذا المعرض دولي ويدخل ويتصنف في اليونيسكو، راه ماشي من السهل. هذا يرجع الفضل ديالو للناس المنظمين والساهرين على هذا المهرجان الدولي. نعم، وصفه خاصه يعني على مستوى الميزه، يعني ان هذا المعرض كيضيف انتم لكمش كيضيف، هو انه على مستوى التصنيف ديالكم يعني الجوده والمسائل ديال يعني كيرفع من القيمه ديال المنتوجات ديالكم، كتبقى مصنفه حتى على المستوى الدولي باعتبار ديك قيمه الجوده. انتم اش كتهدفوا من المشاركه ديالكم المعرض على مستوى الجوده بصفه عامه، التصنيف ديالكم المنتوج ديالكم؟ احنا الهدف ديالنا هو التعريف ديال المنتوجات المجالاتيه، وخصوصيا اللي تتكون عندنا حنا في جهه كلمي موادين وعلى الصعيد الوطني. هذا هو الهدف ديال هذه المعارض، حنا ماشي هدف ربحي ولا هدف داك، الهدف ديالنا هو التعريف ديال المنتوجات ديالنا اللي تمتاز بها المغرب بصفه عامه. هذا هو، وحنا اللي فرحنا في هذا المعرض دروكا بان توافدوا علينا واحد المجموعه ديال الزوار من اوروبا وذوقوا العسى ديالنا وشراو عندنا وشدوا عندنا كارت فيزيت وبغا يديروا معنا علاقه مستقبلا، لان فين ذاقوا ذاك العسل بان قال انتم عندكم عسل اللي مزيان اللي ما عمرنا ذوقناه، واخا هما معروفين بهذا الشيء ديال العسل، ولكن المغرب عنده مميزات مناخيه وعنده نبات الغطاء النباتي اللي تيمتاز بالنباتات العطريه والطبيه، لان الحمد لله بان عرفتوا خصوصا تنهضر دوك على القطاع ديالي انا ديال النحل، لان راه الحمد لله بان العسل راه مذكور في القران واوحى ربك الى النحل، راه هذا راه واحد الاشعاع عطاه لنا سيدي ربي كاع حنايا بدون فرماسيان بدون عريض بدون كل شيء، وهذا المستوى احنا بغينا باش نحافظ